السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ تحدي النهاردة، تحدي ضربات الجزاء بين الدوري المصري والدوري السعودي. ونبدأ بالدوري السعودي طبعا، الدون كريستيانو رونالدو، ياسين بونو، بعديه الساديو ماني، كريم بنزيما، وسالم الدوسري. ده طلع في سعودي اهو. وسيد نيمار، سيد نيمار ايه؟ لا ده نيمار الاصلي، نيمار الاصلي يا سيد يا نيمار. نخش على لعيبه الدوري المصري ونبتدي بالفرده اللي حالتنا، زيزو، يجي بعد كده مصطفى فتحي، حسين الشحات، احنا اللي شحاتين يا اسطى، يجي بعد كده اشرف، انت بتعمل هنا يا روقع؟ ربنا يستر. ومحمد الشناوي، ونختم بالاباتشي. ولو عندكم كريستيانو، عندنا شاكابليانو، عندنا شاكابليانو. انا دلوقتي الدون قصاد شيكا هيلعبوا ملك وكتابه، على مين يشوط الاول؟ وشيكا، اهدف يا شيكا، كريستيانو يكسب يا اخي، اكسب حاجه بقى، اكسب حاجه يا شيكا بقى، حتى لو ملك وكتابه بقى. ولا انت يا ابني، انت اللي واخد الكوره انت. انا يا شيكا؟ ايوه، خد خد خد، تعالى اقول لك. ما هروح العب بس واجي. تلعب ايه يخرب بيتك؟ تعالى هقول. ايه يا شيكا؟ ما هشوط. تشوط ايه يا ابني؟ انت مين قالك تيجي اصلا؟ يعني ايه يا شيكا؟ هما مش قالوا لك ان احسن 5 لعيبه في مصر اللي هيجوا؟ ايوه، ما عشان كده جيت يا شيكا. انت حاسب نفسك من ضمن احسن 5 لعيبه في مصر؟ ايوه، مأكدين لي في هناك. هناك في ايه؟ هناك هم في مصر قالوا لي روح معاهم. طب بس هات الكوره دي ونشوف الموضوع ده بعدين. طب ما تسيبنا شوط يا شيكا. وداخل زيزو، داخل زيزو عشان يشوط ضربة الجزاء الأولى، وداخل زيزو. كله يشير الفيديو يا إخوانا، وتعملوا فولو لأحلى فوكسات في الدنيا. وداخل وزيزو، وهبا في العرضة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، في يا زيزو، ايه حكايتك مع العرضة ده؟ انت لو كاتب عليها يا ابني مش هتحبك كده. معلش معلش، تتعور. ركز يا شناوي، ركز يا شناوي، واللي داخل يشوط عليه هو نيمار. نيمار داخل بياخد 200 مليون دولار في السنة، مش بنحسد يا اخوانا خالص اطلاقا، بس داخل بيجري بيجري، وهلا هلا هلا، يا عيني على الحطة والبطة والقطة، فرق الكواليتي يا اخوانا. معلش، يخش الفرس الشقية مصطفى فتحي. قول يا رب. يلا يا مصطفى، يا مصطفى، يا مصطفى، الله عليك يا مصطفى. كده 1-1، احنا ضيعنا واحدة وهم ما ضيعوش، ولسه داخل اهو يضيع اهو. داخل مين؟ داخل ماني. يلا يا موني، يلا وهناخدك على الانتري. ويشوت وتتصدق، الله عليك يا شناوي، الله الله عليك. وكده يرجع 1-1 زي ما احنا، وكل واحد ضيع واحد، والامل رجع من تاني. وشحات، يلا يا شحات، ويشوط. اي 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 اي، يصد بونو، ده بيطلع له لسان ولا ايه؟ طب اديله صدقه يا اخي. معلش يا شحات، معلش معيش فك. بنزيما داخل ويشوط في سقف الشبك، ولا شناوي ولا 10 من شناوي يعملوا معاه حاجة. صعبة صعبة صعبة. ومين اللي داخل؟ رؤى، رؤى داخل. وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير. وهوبا، هلا 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 هلا، بنينكا، رؤى بيحطها بنينكا. ده مش أشرف رؤى، ده رؤى مودريتش. الله عليك، عدلي من الأول يا مفرج. الله الله، وامل ترجع تاني. وسالم الدوسري، ادينا حاجه بقى يا سالم، ادينا حاجه بقى. ويشوط سالم، والله عليك يا شناوي، ايه الحلاوه دي؟ الشناوي يصد كوره سالم الدوسري. فرصتكم بقى يا رجاله، مين اللي هيشوط؟ ده الاباتشي،
الاباتشي شيكابالا. يلا يا شيكا بقى ادينا واحدة من بتوعك بقى، وداخل شيكا وبره بره بره فوق في السماء بيصطاد عصافير شيك. معلش معلش طبعا متضايق جدا ان هو اللي خسرنا البطولة. معلش معلش. ومين اللي داخل؟ الدون. الدون داخل. الدون داخل وامل روحت بيتها خلاص، امل هربت خلاص. وداخل الدون كريستيانو. بون 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 طبعا بون. والله الله 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 الله. وكل عام وانتم بخير ومبروك عليكم زيزو.